34 سنة بعد أن تربعت الجزائر على عرش أول بطولة العالم لليوسي كامبيدو، ها نحن اليوم نعود لتنظيم بطولة العالم في الاختصاص لأول مرة في تاريخ الجزائر، وهو مفخرة. اليوم عدد المشاركين يناهز 400 مشارك، جاءوا من 15 دولة، نذكر من بينها فرنسا، ألمانيا، ليبيا بالمناسبة هي ضيف الشرف، وضيف الشرف هو الجزائر اللي قدمت باقتراح أنه تكون دولة ليبيا الشقيقة هي ضيف الشرف في هذه الدورة.